بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بالجميع إلى هذه الفقرة لتعليم اللغة الفرنسية مع كتاب بيالليغ اي كومبخوندر كالعادة. اينو كونتينيون افاك لا لاتر دو روني. اون ا ديجا في كو روني ا انفويي اون لاتر ا سون اونكل. لا لاتر دو روني كوم نو فويون اون ا لا لاتر دو روني رسالة روني. Mon cher oncle, ami l'Aziz, je suis maintenant revenu à la maison. Ana l'an udtu ila l'manzil. Je suis revenu. Adna le verbe revenir, musarraf ma'a être. Naqul, je suis revenu, ana udtu. Tu es revenu, anta udta. Il est revenu, huwa ada. Nous sommes revenus, نحن عدنا. Vous êtes revenus, أنتم عدتم. Ils sont revenus, هم عادوا. إذن كما تلاحظ بأن الفيرب revenir يصرف مع être، لأن الشخص هو الذي عاد بنفسه ولم يعيد شيئا آخر. طبعا لو كان سيعيد شيئا آخر، طبعا لكان عندنا فعلا آخر يعني هذا الأمر، وهذا الفعل الآخر سيصرف مع أفواغ. إذن كاين طبعا أفعال تتصرف مع إتر بحال لو فيرب غوفونيغ، كاين أفعال أخرى تصرف مع أفواغ، وكاين أفعال تصرف مع إتر ومع أفواغ على حسب المعنى. بحال لو فيرب مونتي، فعل صعد، ممكن أنك تصعد بنفسك وممكن أنك تصعد شيئا. إذن تقول جو سوي مونتي دون لو تخان، أنا صعدت في القطار. ممكن تقول مثلا جي مونتي إن فاليز دون لو تخان، أنا صعدت بحقيبة، أصعدت كما نقول حقيبة إلى القطار. إذن جو سوي مانتونو غوفوني على ميزون، أنا الآن عدت إلى المنزل. جو مي سوي بيان أميزي أفيك فو. كيما تنشوفو هاد المو اللي عندنا هنا، هادي ديال سو. هنا عندنا لو فيرب سو أميزي. سو أميزي، عندنا الفيرب سو أميزي. طبعا لو فيرب أميزي كما تلاحظو مبدوء بإن فويال اللي هي أ، سو منتهية بهاد أو اللي هي إن فويال. إذا طبعا سنحذف الأولى ونضع أبوستروف. إذا تعطينا الفعل سأميزي. إذا طبعا مع الصرف نقول أو بريزون، نقول جو ماميوز. جو ماميوز يعني ما غيكونش عندنا لا إتر ولا أفواغ، لأن لو بخيزون سي أن طون سامبل. لو بخيزون تيكون فيه الفعل بوحدو، هو زمن بسيط، بينما لو باسي كومبوزي بحال اللي عندنا هنا، هذا سي أن طون كومبوزي. إذا في الصرف ليرو، في صرفي سنقول جو مو سوي، هاديك سو ستعطينا مو مع جو، سواء في البخيزون أو في لو باسي كومبوزي. في البريزون مثلا سنقول جو ماميز، في الحقيقة ديالها جو مو أميز، ولكن كما قلنا مو تنتهي بأو، أميز تبتدئ بإن فويال اللي هي أ. إذا هنا طبعا سنحذف الأولى، سنحذف أو ونضع أبوستخوف. إذا سنقول جو ماميز، بينما في الماضي سنقول جو مسوي أميزي، أنا تسليت. جو ماميز أنا أتسلى الآن. تي طبعا تنقولو تيي، مع إتر نقول تيي تيي أو إس، مع مثلا ساميزي سنقول تي أميزي تي أميزي، يعني أنت تسليت. إذا عندنا جو مو سوي أميزي، تي تي أميزي، أنت تسليت. ثم نقول إيل سي، ديما هاد سو، عندنا سو أميزي. إذن هاد سو تتصرف، هي هادي إيل ساميز. il s'amuse هذه في البريزون، ولكن
في الماضي سنقول il s'est amusé. طبعا تبقى عندنا ديما هاد لو بارتيسيباسي اللي عندنا هنا je me suis bien amusé avec vous. طبعا هاد بيان المقصود بها جيدا، نضيفها لنقول جيدا. je me suis bien amusé، انا تسليت جيدا. avec vous، معكم. je vous remercie de tout mon cœur. je vous remercie، انا اشكركم. انا اشكر. je remercie، الفعل يصرف مع جو، انا الذي اشكر. je remercie. je remercie. ثم اقول je te remercie، انا اشكرك. je vous remercie، انا اشكركم. je les remercie، انا اشكرهم. je les remercie، انا اشكرهم. اذا الحساب الضمير اللي باغي توجه له هاد لو ريميرسيمون، هاد الشكر. je vous remercie de tout mon cœur، اذا انا اشكركم من كل قلبي. ثم ici، هنا بالدرجه الاولى تنتكلموا على المنزل، على العائله، على العائله ثم ما حولها. اذا يقول ici، ici هنا tout le monde va bien. tout le monde va bien. va bien، الكل يسير جيدا. المقصود هنا الكل بخير، كما قلنا بأن لو موند العالم، ولكن هي الصيغة تقال في اللغة الفرنسية عندما نقول تو لو موند يعني كل الناس أو كل عائلة، كل الأصدقاء أو الأجواء بصفة عامة. إذا نقول إيسي تو لو موند فا بيان، إذا هنا الكل يسير بخير. فا عندنا لو فيرب ألي، فعل ذهب، فعل ذهب. فا بيان كما نقول يذهب جيدا، المقصود بأن الأمور تسير بشكل جيد. جي بيان ترافايي ا ليكول، أنا عملت جيدا في المدرسة. جي إيتي ساج، جي إيتي ساج، أنا كنت متعقلا، أنا كنت متعقلا. جي سو مي لوسون إي جي غاني اون إيماج. جي سو، أنا عرفت. طبعا عندنا هنا لو فيرب سافوار كما قلنا، ولكن بالضبط عندنا هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب سافوار، كما تنشوفو أنه مسبوق بأفوار، مسبوق بلوكسيليغ أفوار، مسبوق بالمساعد أفوار. مادام أن عندنا هنا لو بارتيسيباسي دو فيرب سافوار، ثم عندنا أفوار في البخيزون، مادام أنه مصرف في البخيزون، إذا هذا لو باسي كومبوزي الخاص بفعل سافوار. لأن لكان عندنا هنا أفوار في لامبارفي زائد هاد لو بارتيسيباسي نفسه اللي عندنا هنا، هذا في لامبارفي، هذا غيبقى على حاله، غيولي عندنا لو بلوس كو بارفي. سنقول جافي سي، جافي سي، يعني أنا عرفته من قبل. طبعا لو بلوس كو بارفي تا هو ماضي، تيجي قبل من زمن آخر تيمكن لينا نذكرو في الجملة. جي سو مي لوسون، أنا عرفت دروسي، أنا فهمت دروسي، أنا عرفت دروسي، أنا فهمت دروسي. جي غاني اون إيماج، جي غاني اون إيماج، وأنا ربحت صورة. المقصود بأن صورتي أصبحت عند الناس جميلة، أصدقائي ثم الأساتذة أخذوا عني نظرة جميلة. جي غاني اون إيماج. مون كوزا جاك لو فارماسيان ا تيليفوني. مون كوزا جاك، إذن ابن عمي جاك أو ابن خالي جاك. لو فارماسيان الصيدلاني أو الصيدلي. ا تيليفوني هو هاتف، المقصود بأنه اتصل بالهاتف. ا تيليفوني اتصل بالهاتف، إذن ابن عمي جاك الذي يعمل كصيدلاني ا تيليفوني اتصل بالهاتف. كما تنشوفو بأن لو فيرب تيليفوني خدينا منه فقط لو بارتيسيباسي بنفس الطريقة كما رأينا مع فعل ترافايي مسبوق بأفواغ، مسبوق بأفواغ. هنا عندنا إي، طبعا أفواغ مع جو تعطي إي، ولكن مع إيل بحال اللي عندنا هنا مون كوزا جاك بحال اللي تنتكلمو على إيل، هاد أفواغ تتقلب الأ، نقول جي تيا إيل أ. Mon cousin Jacques, le pharmacien, a téléphoné. Il va venir nous voir la semaine prochaine. Il va venir. Il va venir nous voir
La semaine prochaine. Il va venir. Elle va venir. إذن هو سيأتي. عندنا لو فيرب venir. على عكس ما رأينا هنا عندنا لو فيرب revenir. Je suis revenu. هنا عندنا لو فيرب revenir. يعني فعل رجع. Je suis revenu. أنا رجعت. هنا عندنا il va venir. هو سيأتي. هو سيأتي. طبعا كما تنشوفوا بأن لو فيرب venir. لو فيرب venir كما تنشوفوا مسبوق بلو فيرب الي. نعيد فنذكر بهذا. هذا تتسمى لو فيتور بروش. المستقبل القريب. المستقبل القريب هو اللي تيكون فيه الفعل الانفينيتيف. الفعل اللي باغي نصرفوه في الحقيقة في الكتابة تبقى الانفينيتيف، ولكن من حيث المعنى هو اللي مصرف، ولكن في الحقيقة ما تتصرفش في الكتابة، ما تتصرفش، تبقى الانفينيتيف. شكون اللي تيتصرف؟ الفعل المساعد. وباش يكون عندنا لو فيتور بروش ضروري يكون عندنا هذا الفعل المساعد هو الي. ضروري يكون عندنا الفعل المساعد ماشي افوار ماشي اتر، ولكن يكون عندنا لو فيرب الي. نقول جو في فينير، انا ساتي، او كما عندنا هنا il va venir هو سياتي. نو فوار سياتي رؤيتنا، المقصود لرؤيتنا. نو فوار لرؤيتنا. il va venir نو فوار، اذا هو سياتي. سياتي طبعا الصيغه تتعني بان هذا الفعل سيتم قريبا، هو سياتي قريبا كما نقول نو فوار لرؤيتنا. لا سومان بروشان الاسبوع القادم. السيمانه الجايه. السيمانه الجايه. لا سومان بروشان. il va venir nous voir la semaine prochaine. اذا هو سياتي لرؤيتنا الاسبوع القادم. هو غادي يجي يشوفنا السيمانه الجايه. il apportera les photographies de ses voyages. il apportera هو سيحمل معه. il apportera. طبعا عندنا لو فيرب ابورتي. لو فيرب ابورتي كما نقول جلب، ولكن فين مصرف؟ او فيتور سامبل، مصرف في المستقبل البسيط. المستقبل البسيط وليس المستقبل القريب كما عندنا هنا. المستقبل القريب تيتكون من لو فيرب الي زائد الفعل مراد تصريفه، ولكن تتحط تبقى الانفينيتيف كتابة. هنا لو فيتور سامبل هو زمن بسيط ماشي مركب بحال هذا. هذا كما تنشوفوا راه مركب من هذا الفعل هذا الاصلي اللي تيكون الانفينيتيف زائد المساعد اللي هو لو فيرب الي. اللي هو لو فيرب الي. هنا عندنا الفعل تتحط كما هو، ولكن تيتحمل هو التغييرات في اخره. هنا طبعا الفعل تبقى الانفينيتيف. شكون اللي تيتحمل التغييرات؟ هو هاد لو فيرب الي هو المساعد. نقول جو في فينير، هنا تتغير الفعل. انا ساتي، تو فا فينير انت ستاتي. طبعا تو فا غتكون عندنا اس ماشي بحال هادي. تو فا فينير انت ستاتي. il va venir هو سياتي. nous allons venir نحن سناتي. vous allez venir انتم ستاتون الى غير ذلك. اذا هنا il apportera. طبعا لو فيتور سامبل كما تنعرفوا تنخليو الفعل الانفينيتيف كما تنشوفوا هنا عندنا ابورتي. اذا خلينا هاد او اغ، خلينا الفعل او اغ ديالو، ثم نضيف له لي تيرمينيزون ديال لو فيتور سامبل. اذا نقول جابورتري، جابورتري، tu apporteras، il apportera، nous apporterons، vous apporterez، ils apporteront، ils apporteront. هذا صرف فعل ابورتي او فيتور سامبل. il apportera هو سيجلب معه لي فوتوغرافي دو سي فواياج، صور رحلته، الصور ديال الرحله ديالو. اذا هو غيجيب معاه، هو غيجيب تصاور ديال الرحله ديالو. il apportera les photographies de ses voyages. grand-mère aussi a téléphoné. اذا الجده او جداتي
أسي أيضا تليفوني. هي هاتفت، هي اتصلت بالهاتف. إل فا ميو كما نقول هنا، هي تسير أحسن، نقصد بأن حالتها تحسنت. إل فا ميو هي تسير أحسن بأن حالتها تحسنت. طبعا لو فيرب ألي كما تنشوفو ممكن يعني ذهب، جو في أليكول، جو في أو مارشي، أنا أذهب إلى المدرسة، أنا أذهب إلى السوق. إذا هنا هذا المعنى ديالو الأصلي، ممكن أنه يستعمل كمساعد كما شفنا هنا. إل فا فونيغ هو سيأتي، بأنه غيحصل هذا الفعل قريبا. إذا تستعملوا الفيرب ألي. أيضا تستعمل في هذا المعنى الآخر، بأن الأمور تسير بخير إلى غير ذلك. إذا تيجي باش يقول لنا هذا المعنى ديال تسير، كما قلنا فيما سبق في الأول ديال الرسالة شنو قال غوني؟ قال إيسي تو لو موند فا بيان، هنا الكل يسير جيدا. إذا المقصود هنا بأن الكل بخير، بأن الأمور بخير. إذا هاد فا، هاد لو فيرب ألي، ممكن يعني هاد الأمر، نستعملو في هاد المعنى. إذا هنا عندنا إل فا ميو، هي تسير أحسن، المقصود بأن حالتها تحسنت. مينا إي غادي جوني شازال دوما، مينا إي غادي جوني شازال دوما، مينا إي غادي جوني شازال دوما. إذا مينا إيغا، شناهي هاد إيغا؟ طبعا سي لو فيرب ألي، سي لو فيرب ألي، ولكن تصرف في لو فيتور سامبل، في لو فيتور سامبل. طبعا هذا علاش لو فيرب ألي، رغم أنه تنتهي بأو إغ، أخرجناه من المجموعة الأولى وحملناه إلى المجموعة الثالثة، لأنه يتغير كثيرا، لأنه يتغير كثيرا. حتى في البخيزون عندما نصرف نقول جو في، تو فا، إل فا، ثم نقول نوزالون، يعني أن حروفا جديدة أصلية لهذا الفعل تدخل في هذا الصرف. نوزالون، فوزالي، ثم نعود فنقول إيل فون، هم يذهبون. ثم كما نلاحظ عندما نريد تصريفه في لو فيتور سامبل، فعوض المحافظة على الأحرف الأصلية بحال اللي عندنا هنا، خلينا الفعل كما هو الانفينيتيف، زدنا له فقط لي تيرمينيزون. طبعا لو فيرب الي ما تيكون الصرف ديالو هكذا، بنفس الطريقه كما مع الافعال المنتمية للمجموعه الاولى، ياتي باحرف مخالفه تماما لاصله. طبعا لو فيرب الي ادوزيل او اغ، اذا هذوما الاحرف الاصليه ديالو. في لو فيتور سامبل سنقول جيغي، يعني انا ساذهب، تو ايغا انت ستذهب، تو ايغا انت ستذهب، ايل ايغا هو سيذهب، ال ايغا هي ستذهب كما عندنا هنا، مينا ايغا، نوزيغون، فوزيغي، ايل زيغون هم سيذهبون. اذا كما تلاحظوا الصرف ديال لو فيرب الي أو فيتور سامبل. إذا مينا إي غادي جوني شيزيل دوما، مينا ستذهب لتتغدى، لتتناول غداءها شيزيل، عندها دوما، عندها يعني في منزلها دوما غدا. مينا إي غادي جوني شيزيل دوما، شيزيل عندها. في الغالب نستعمل هاد الصيغة ديال الشي، شي موا مثلا عندي، يعني المقصود في منزلي، شيلوي عنده، المقصود في منزله، شيزال عندها، المقصود في منزلها. إذا نستعمل هذا الشيء في الغالب للدلالة على في منزل فلان. مينا إيغادي جوني شيزال، مينا ستتغدى شيزال عندها دوما غدا. دي جوني يعني تغدى. طبعا نفس الكلمة ممكن تعني الغداء، نتكلم عن لو ديجوني يعني الغداء، لو ديني العشاء، وممكن نتكلم أيضا عن ديني فعل تعشى. مينا إي غادي جوني شازيل دوما، جو تو كيت، أنا أتركك، تا
تكون مع شخص في حديث مثلا فتقول له جو تو كيت، جو تو كيت، انا اتركك. نقصد بانني ساذهب. جو تو كيت، انا اتركك. جو في الي جوي افيك فرانسوا. جو في الي، كما تنشوفوا هذه الصيغه تستعمل بكثره. جو في الي، كما نلاحظ بان هذه الصيغه تستعمل بكثره، يعني اننا تستعمل فيها لو فيرب الي بكثره، يعني تستعمل لو فيرب الي في البريزون. نقول جو في، تو فا، ايل فا، نو زالون، فو زالي، ايل فون. تنشوف هنا استعملنا الي واستعملنا الي. هاد الي الثانيه هي اللي باغي نصرفو، هنا الي فقط جانا كمساعد للدلاله على ان هاد الفعل غيحدث قريبا. جو في الي، انا ساذهب. بحال هاد لو فيرب الي اللي جا مساعدنا فقط ليقول لنا هذيك السا في اللغه العربيه، انا ساذهب، انا اذهب. جو في، انا اذهب الى المدرسه. جو في ا ليكول. ولكن هذيك سا اذهب، سا هذيك سا هي في انتاج الفعل انا ساذهب. جو في الي جوي افيك فرانسوا، جوي افيك فرانسوا، انا ساذهب لالعب، انا ساذهب العب افيك فرانسوا، مع فرانسوا. جو تو كيت، اذا طبعا غوني يقول لعمه جو تو كيت. غوني يقول لعمه في اخر الرساله جو تو كيت، انا اتركك الان. جو في الي جوي افيك فرانسوا، جو في الي جوي افيك فرانسوا، جو في الي جوي افيك فرانسوا، انا ساذهب العب مع فرانسوا. كان ممكن يقول جو في جوي، انا سالعب مباشره، قال انا ساذهب العب. جو في الي جوي، كان ممكن يقول جو في جوي، انا سالعب افيك فرانسوا. يريد ان يقول لعمه انا الان ساذهب لاجد فرانسوا لالعب معه. اما اذا قال مثلا جو في جوي، طبعا سيكون المعنى مختلف، وكانه سيلعب مباشره بعد ترك الرساله. جو في الي جوي افيك فرانسوا. ان غارسون كي ا 8 طون كوم موا. كي فرانسوا، من يكون فرانسوا؟ سي ان غارسون، اذا هو طفل. كي ا 8 طون، كي ا 8 طون، الذي عنده، كي ا 8 طون، الذي عنده 8 سنوات كوم موا، مثلي. إذن هو عنده 8 سنوات وأنا كذلك، كوم موا، مثلي. جو تومبراس بيان فور، جو تومبراس بيان فور، أنا أقبلك. جو تومبراس، جو تومبراس بيان فور، بشكل جد قوي. جو تومبراس بيان فور، كما نقول أنا أقبلك بشكل جد قوي. غوني، ثم يقول غوني، من عندي غوني. نعيد. مون شير اونكل، جو سوي مانتونو غوفوني على ميزون، جو مو سوي بيان اميزي افيك فو، جو فو رومارسي دو تو مون كور، ايسي تو لو موند فا بيان، جي بيان ترافايي ا ليكول، جي ايتي ساج، جي سوي مي لوسون، جي سوي مي لوسون، جي غاني اون ايماج. مون كوزا جاك لو فارماسيان ا تيليفوني، il va venir nous voir la semaine prochaine. Il apportera les photographies de ses voyages. Il apportera les photographies de ses voyages. Grand-mère aussi a téléphoné. Elle va mieux. Mina ira déjeuner chez elle demain. Mina ira déjeuner chez elle demain. Je te quitte. Je vais aller jouer avec François. Un garçon qui a 8 ans comme moi. Je t'embrasse bien fort. Thomas Indana. جو دو ليكتور، لعبة القراءة. جو دو ليكتور، لعبة القراءة. طبعا ما عندناش هنا سيلونسيوز يعني الصامتة، عندنا فقط جو دو ليكتور، لعبة القراءة. كيلي لا دات كو تي فوا سور لا لاتر، كيلي لا دات كو تي فوا سور لا لاتر، كيلي لا دات. بيان سور لا دات، لا دات سي لانديكاسيون بريسيز دي جور دي موا اي دو لاني. بحال تنتكلمو على واحد الإشارة مضبوطة لليوم
ثم للشهر وللسنة. Une indication précise, 10 jours, 10 mois et de l'année. عندنا هنا, quelle est la date que tu vois sur la lettre? إذا ما هو التاريخ الذي ترى que tu vois? طبعا عندنا هنا le verbe voir. On a le verbe voir au présent que tu vois. الذي ترى sur la lettre. على الرسالة. Bien sûr, c'est la lettre de René, comme nous l'avons vu. هذه رسالة René كما رأينا. إذن ما هو تاريخها؟ Voilà, c'est la date de la lettre. C'est la date de la lettre. C'est la date de la lettre. Mercredi 3 octobre. إذن هذا هو تاريخ الرسالة. طبعا يجب الإشارة هنا إلى أن كلمة la date تعني التاريخ. نتكلم عن تاريخ الرسالة. اليوم اللي ترسلت فيه الرسالة. هذا هو المقصود بهذا la date. هذه كلمة la date إذا أضفنا لها الطي بنفس الطريقة تنطق لا دات ولكن افيك دو تي هذيك المقصود بها فخوي كوميستيبل دي داتي دي داتي فاكهة صالحة للأكل المقصود بها هنا فاكهة صالحة للأكل من النخلة للنخلة إذا نتكلم عن التمور إذا نتكلم أحيانا عن لي دات افيك دو تي تكتب دو تي المقصود بها التمور أحيانا نتكلم عن les dates les dates la date les dates هنا تنتكلموا على الديون إذن la dette la dette مقصود به الدين شي واحد تيتسالك الفلوس إذن هذاك الدين تيتسمى la dette إذن كإشارة هنا فقط ثم عندنا لو بابا دو غوني إيتيل مالاد هل أب غوني هو مريض سولون لا لتر إذن حسب الرسالة Le papa de René n'est pas malade. Et donc, Ab René est samaritain. Et le dalil à la hada, quelle est la phrase qui dit que le papa de René n'est pas malade? Ici, tout le monde va bien. Et donc, هنا, الكل يسير بخير. Et donc, معنى هذا, حتى شي واحد ما مريض. Le papa de René n'est pas malade. ثم عندنا, le cousin de René. Le cousin de René est épicier, vrai ou faux? Le cousin de René est épicier, vrai ou faux? Idan Ibn Am René est épicier, en Ibn Baqal, sahih ou galat? C'est faux. Le cousin de René Jacques est pharmacien, Idan huwa saydalani. Thumma Mina ira déjeuner chez Son oncle, هل هي ستتغدى عند عمها؟ Chez son ami, عند صديقتها؟ مينا ira déjeuner chez elle, ستتغدى عند في منزلها. Quel est l'âge de François? Quel est l'âge de François? ما هو سن François? Quel est l'âge de François? Je vais aller jouer avec François. Un garçon qui a 8 ans. Alors, l'âge de François, c'est 8 ans. L'âge de François, c'est 8 ans. C'est 8 ans. L'âge de François, c'est 8 ans. Sin François, ou Umraho, ou Temani Senewet. Tuma indana, devinette. Quel est le nom de l'animal que tu vois? À droite. Quel est le nom de l'animal que tu vois à droite? ما هو اسم الحيوان que tu vois الذي أنت ترى أو الذي أنت ترين à droite على اليمين. Voilà l'animal. Voilà c'est l'animal indiqué. Alors quel est le nom de cet animal? C'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Voilà, c'est l'éléphant. C'est l'éléphant. Inna ou l'fil. Idan l'estakmil fi faqarat l'qadima. Hayyakum Allah. Wa ila liqa'in qadim bi idnillah.